مساكم الله بالخير أعزائي المشاهد، وأنا مرحبا فيكم، جد لقانا وياكم مرة ثانية اليوم من خلال هذا البرنامج، وتواصلنا معاكم على الأرقام. نبدأ الحلقة اليوم، طبعا هناك أخبار أن في مؤتمر صحفي راح يكون حق الإخوان في مجلس الوزراء، وإحنا راح نكون متواصلين معاكم. مجرد ما أن يبدأ المؤتمر الصحفي على طول راح ننقل حق المؤتمر الصحفي. انا في نهايه الحلقه امس يعني الاعتذار اللي كان حق الاخوان في موضوع الاتصالات، ابدا حلقتي فيما ختمت فيه حلقه امس. الاخوان امس كان يالنا اتصال وكانت في شكوى على الاخوان في جمعيه صباح السالم، حاولت اني اتواصل مع الاخوان في جمعيه صباح السالم ما حصلت احد. كان عندكم رقم واحد اللي هو حق المساهمين، كتبت لكم الشكوى حق الاخوان وقلت لكم راح توصلون الاداره، فاتمنى من الاخوان في جمعيه صباح السالم اذا تقدرون تتواصلون ويانا، او ما تبون تتواصلون ويانا اخذوا الشكوى وحلوها. احنا هذا البرنامج نسمع شكاوي الناس، نسمع الامور على اساس نصلح. هو القضيه مش قضيه نقد، قضيه اصلاح، افضل ما انه يكون نقد. كثير منكم يمكن يعني يقعد يفكر يقول الحين احنا حظر وما قاعد نطلع برا والوضع شنو، وناس قاعد تطرش صور وتقول ترى الشوارع فاضية والشوارع موحشة. هذا كلام مو صحيح، هذا كلام مو صحيح، أبدا مو صحيح. الصحيح أن نعم الشوارع فاضية من السيارات، بس الشوارع مو موحشة، رجال الداخلية موجودين على مدى 24 ساعة ومغطين كل المناطق ومغطين كل شيء، وعلى اساس ان الاخوان يتطمنون وهم قاعدين في بيوتهم كل المناطق موجودين. نزلت انا امس بعد البرنامج معاي المصور، رحنا انا وياه وقلت له امش خلنا نطلع ونشوف رجال الداخلية، راح اوريكم موقع احنا رحنا له موجودين فيه رجال الداخلية، ولكم مني وعد بعد يومين راح احاول اني انسق مع الاخوان في الداخلية واطلع جولة. لابد ان نتطمن بان رجال الداخلية منتشرين في كل مكان. اعتقد الاخوان اللي بيوتهم على الشوارع الرئيسيه لو يطل من الدريشه راح يشوف الدوريات على مدى بالش اسمه بالمناطق. ترى انا توني طالع وانا بالبيت وقفت الدوريه على طول، يعني ما بالمناطق كلها موجود. فانتوا عليكم دور انكم تقعدون في البيت، وهم دورهم يحفظون لكم الامن والامان. اعطونا هذا التقرير، خلونا نشوف اللي امس كنا متواجدين مع الاخوان في وزاره الداخليه قواهم الله. نزلنا الشارع اليوم عشان نوريكم الاخوان عيالكم في وزارة الداخلية. انا نزلت الشارع عشان تشوفون بعينكم. ها ما اشوفهم دوريات ما شاء الله، شوف على اليمين، شوف اني على اليسار، شوف ما شاء الله العدد اللي متوفر هني، وايضا في كل الشوارع راح تشوف دوريات. انتم الان في الحظر قواكم الله، قاعدين في بيوتكم يعطيكم العافية، وهذا دوركم. انتم دوركم اليوم انكم تقعدون في البيت، هذول دورهم اليوم يحمون البلد قواهم الله. لا تنسونهم بالدعاء. فعلا شكرا وزارة الداخلية، جه جبار قاعد يبذلونه. هاي تقرير بسيط امس بعد البرنامج نزلنا وصورنا الاخوان قاعدين متواجدين، القيادات موجودة، القيادات موجودة، وانا اوعدكم ان شاء الله ناخذ اذن من الاخوان وراح نطلع وياهم لقاءات. موجودين دوريات على مدار ال 24 ساعة موجودة، امان ما من بعدها امان، خلكم مطمئنين في بيوتكم وخلكم مرتاحين والحمد لله. جهد جبار يبذلونه الاخوان، وهذه تحيه لمعالي وزير الداخليه الى اصغر فرد في وزاره الداخليه، مشكورين ويعطيكم الف عافيه. والشكر طبعا موصول للاخوان في اداره الاعلام الامني قواهم الله، متواصلين ويانا على طول ما يقصرون اتصالات على طول، سواء الاخ توحيد الكندري او
اخونا ناصر بصليب يعطيكم العافيه وكل العاملين جه جبار مشكورين وما قصرتوا. قبل كم يوم سمعنا اخبار وطلع حكي وكذا وسمعنا ان وزيره الاشغال بلشت تعطي جهود وكانت لها تغريده جميله على 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 على, على, على تويتر. انا راح اوريكم بعد شويه على موضوع التغريده اللي صارت في وزاره الاشغال وعلى الجهد اللي هم قاعد يبذلونه وقاعد يسوونه. احنا المفروض انه يكون معنا اتصال وراح نطلع وياكم عشان تطمنون على موضوع الاجلاء اللي صار. امس تكلموا في المؤتمر الصحفي وقالوا انه راح نبدا من اليوم الاجلاء، فراح نجهز الاتصال، راح نتعرف على الاخوان اللي وصلوا، شنو كانت الاستعدادات من الاخوان في الطيران المدني، شنو الاجراءات اللي سووها، شنو بعدين صار النظام اللي اتبعوه. طبعا هذا كله راح نسمعه من الاخوان في الطيران المدني. اذا موجود معاي الاتصال، ايه تعطونا الاتصال. الو، تفضل معاك. مشاهدينا، معي الاستاذ سعد العتيبي المتحدث الرسمي للطيران المدني. مساك الله بالخير استاذ سعد. مساكم الله بالخير ونمسي على مشاهدين قناه العداله. اول شيء يعني احييكم على الجهد الجبار اللي قاعد تبذلونه، ويعني من الصباح الباكر كنا نسمع ونتابعين تويتر ونشوف الترتيبات اللي قاعد تسوونها. اخوي سعد، يا ريت بس يعني المشاهد يعني يطلع على شنو الاجراءات اللي قمتوا فيها كطيران مدني. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية احنا في الإدارة العامة للطيران المدني بدأنا الاستعداد لفيروس كورونا، يعني تقريبا من يناير الماضي منذ الإعلان عن ظهور فيروس كورونا في الصين. بدأنا في الطيران المدني بتشكيل لجنة طوارئ برئاسة الدكتور بارك الدوب، لجنة طبية لمتابعة ورصد انتشار هذا الفيروس. بعد يعني انتشار فيروس كورونا من الصين إلى دول العالم، فكلما زاد انتشاره في العالم كلما زادت اجراءاتنا الاحترازيه، فوقفنا الخطوط بعض الرحلات، ثم وقفنا منع دخول بعض الركاب القادمين من بعض المناطق شديده الخطوره. وفي 13/3 تم تعليق الرحلات التجاريه اللي هي رحلات الركاب. وكل هذه الاجراءات الاحترازيه يعني انا اقولها وبكل فخر حقيقه ان مطار الكويت الدولي من اول مطارات في العالم اللي اتخذ هذه الاجراءات الاحترازيه. وقد تكون هذه الاجراءات قاسيه ومتعبه للركاب في السابق، ولكن اليوم كل الركاب وكل يعني الجمهور الكريم عرف ان اجراءات مطار الكويت الدولي كانت من اجل مصلحتهم وسلامتهم. نعم. وسلامه بلدنا الحبيب الكويت. قواكم الله. اليوم كم عدد الطيارات اللي وصلوا اليوم؟ بالنسبه لنا في الاداره العامه للطيران المدني بدانا بالتنسيق مع وزاره الخارجيه لترتيب عوده المواطنين الراغبين في العوده من الخارج. فبدأنا اليوم رحلة عودة المواطنين بثلاث رحلات. الرحلة الأولى كانت قادمة من لبنان الساعة 1 ظهرا وعليها 43 راكب. الرحلة الثانية كانت من مصر بتقريبا 190 راكب في الساعة 4 عصرا. والرحلة الثالثة وصلت قبل قليل في الساعة 7:30 من البحرين وعليها 37 راكب. كل هذه الرحلات الثلاث الحمد لله تمت بسلام وبنجاح وبإشراف وزارة الصحة مشكورة، التي حقيقة نتقدم لطواقمها ولوزارة الصحة والعاملين فيها بجزيل الشكر وعظيم الامتنان على جهودهم. وكذلك الشكر موصول لإخواني وزملائي في الإدارة العامة للطيران المدني الذين حقيقة واصلوا الليل بالنهار ووقفوا في الصفوف الأولى لحماية بلدهم الحبيب الكويت. قبل لا ادش في الاجراءات بس يعني عشان نوضح نقطه، اليوم لما نتكلم ان لبنان وصل منها 43، مصر وصل منها اليوم 190 شخص، والبحرين 37 شخص اليوم وصلوا، هذول اغلبيتهم مو طلبه. بالنسبه للرحلات اللي اليوم وصلت هم مواطنين سواء في علاج في الخارج او مواطنين قادمين من خارج دوله الكويت. نعم. الطلبه ما زال في لهم ترتيب اخر وترتيب مع وزاره الخارجيه. صحيح. لعودتهم
في اسرع وقت ممكن. نعم كلام جميل، لان هذا نفس الكلام اللي قاله وزير الخارجيه امس، بان الطلبه بعدين هم راح يبدون في اول شيء اللي انتهى العلاج وكبار السن وذوي الاعاقه واصحاب العلاج في الخارج اللي توقف منهم، هذول اللي راح يجون اليوم. كلمني اخوي سعد، اليوم يمكن شفنا صور في الواتسابات انتشرت لنا في تقرير جميل لكم، ان شاء الله بعد الاتصال راح نعرضه حق المشاهدين. كلمنا عن، شفنا الخيام وشفنا الكراسي، شنو كان الترتيب؟ شنو موضوع الخيمه هذه والخيمه اللي البنات قاعدين فيها اللي قاعدين حق الكمبيوترات والشاشه اللي انتم حاطينها ما شاء الله عشان الشرح؟ كلمنا على هالموضوع. احنا بالنسبه لنا في الاداره العامه للطيران المدني تم تجهيز 4 مواقع فحص في مطار الكويت الدولي. الموقع الاول بجانب مبنى الركاب تي 4 المخصص لشركه الخطوط الجويه الكويتيه، وهذا المبنى فيه 3 قاعات، القاعه الاولى هي قاعة التسجيل للركاب القادمين، والقاعة الثانية هي قاعة للانتظار، والقاعة الثالثة هي قاعة للفحص، وكل هذه القاعات تخضع بإشراف وبترتيب من وزارة الصحة وبتنظيم من وزارة الداخلية وبإشراف من الإدارة العامة للطيران المدني. هذا الموقع الأول. الموقع الثاني في المبنى الرئيسي تي 1، كذلك في موقع لاستقبال ومعزول لاستقبال الركاب القادمين من الخارج، والموقع الثالث بجانب مبنى الركاب تي 5 المخصص لطيران الجزيره، وكذلك هناك قاعات للفحص والانتظار والتسجيل، وكذلك هناك موقع رابع في مبنى الشيخ سعد تي 3. كل هذه المواقع اخي العزيز تم ترتيبها بحيث انها تكون معزوله عن مباني المطار ومرافق المطار، بحيث انه يكون هناك يعني اجراءات طبيه وقائيه احترازيه من قبل وزاره الصحه، سواء للفحص القادمين او سواء لنتائج الفحوصات و حالتهم للمحجر المؤسسي او لمستشفى جابر لا سمح الله اذا كان هناك مصابين. حلو، يعني اليوم كل موقع يختلف. الان عندنا احنا في السي 4 موقع، عندنا في المطار الرئيسي موقع ثاني، عندنا في مطار سعد العبد الله موقع ثالث، وعندنا في مطار اللي هو تابع حق طيران جزيره موقع رابع، وكلهم نفس النظام تقريبا صحيح؟ نعم، كل هذه المواقع التي تم ترتيبها تم ترتيبها بالتنسيق مع وزارة الصحة وحسب متطلبات وزارة الصحة، الذين وضعوا إجراءات حقيقة صارمة وإجراءات دقيقة وإجراءات وقائية. حلو. حقيقة كل الركاب القادمين بطريقة احترافية، وخصوصا من اليوم احنا نتكلم عن أجهزة فحص بدأت يعني تطلع النتيجة خلال 5 إلى 9 دقائق. حلو. قبل كانت النتيجة تطلع 4 إلى 5 ساعات. اخوي سعد العتيبي المتحدث الرسمي للطيران المدني، كل الشكر لك وقواكم الله، انت والفريق العامل معاك جه جبار، انت والاخوان في المطارات والاخوان في وزاره الصحه والداخليه، كل الشكر لكم. حبينا بس نوضح لكم الاجراءات اللي قاعد تمشي والترتيب، الكلام كان واضح. 3 طيارات اليوم وصلت، طياره جت من لبنان عليها 43 راكب، طياره ثانيه جت من مصر العدد 190 راكب، العدد الثالث يوم من البحرين. احنا دائما نحاول نتواصل مع الطيران المدني عشان ناخذ منهم الابديت اول باول. الجزء الثاني اللي تفضل فيه بان احنا عندنا 4 مواقع، يمكن بعض الناس قالوا شلون اذا نزلوا في المطار ولا نزلوا في المطار، وضحنا الصوره ان في 4 مواقع عندنا اياها. والجزء الثاني اللي تفضل فيه، وهذا الجزء المهم، هذا الجزء المهم، ان في 3 قاعات وهذا اللي لازم نركز عليه. قاعة طبعا اساس اول ما يدش يسجل بياناته، قاعة منعزلة تماما، ينزل الراكب من السفر يدش يسجل بياناته، صالح جرمن، الرقم المدني، رقم الجواز، بيانات اللي يحتاجينها منه، شكرا. هذه القاعة الاولى. ينتقل بعدين الى القاعة الثانية اللي هي قاعة الانتظار، راح تشوفونهم الحين قاعة ثانية، بعدين ينتقل الى قاعة الفحص، وبعدين عاد ياخذون الاخوان في وزاره الصحه بناء على الجهد اللي قاعد يبذلونه عيالكم، لازم انتم بعد تشوفونه عشان الكل يكون على بينه. عطنا محمد التقرير حق الاخوان في الطيران المدني، هاي تقرير الطيران المدني، خلينا نشوفه. الكراسي هنا موجوده 40 كرسي راح يقعدون هنا ويروحون، فطول فتره انتظارهم هنا الاداره العامه للطيران المدني في اداره نظم المعلومات تفضلوا مشكورين ووفروا هذه الشاشه عشان يوفرون فيها الارشادات لطرق الوقايه من المرض والفيروس. فهني طول ما هم قاعدين راح يشوفون شنو هي طرق الوقايه اللي موجوده. كل الشكر لاداره نظم المعلومات في الطيران المدني على الجهود اللي قاعدين هم يسوونها هنا. فهذه هي الشاشه. شوف.
راح يعرضون كل الارشادات اللي مهمه. شوف معاي، شوف هذيل خواتنا، شوف الخوات هذيل، شوف شوفوا بس محمد اذا قدرت توقف لي شويه هنا الصوب. شوف هني هذه قاعه تسجيل، شوفوا اليوم هذيل الصف الامامي، هذول الصف رقم واحد، هذيل اول صف. الان حطيت لكم اياه، يتفضلون هني، شوف تسجيل بيانات، شوف بنات الكويت شوفوهم قهوه، هذيل يستحقون الشكر، هذيل بالصف الاول. الان اللي راجع من السفر وهو مريض، وهو مريض احنا ما ندري، هذول بالصف الاول. شوفوا عيالكم، تفضل عطني. وقف هذا شويه هني، بس شويه بس لو تقدم لي عشان تشوفون، بس تشوفوا شويه هذيل القاعه من بعيد مبينه كانت زين. هذيل هني قاعه الفحص، شوف 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 هذيل، شوف شوفوا هذيل عيالكم دكاتره ممرضين واقف بالصف الاول، شوفوهم كل طاوله خلصوا هناك تسجيلهم ها، وبعدين الاجهزه اللي واقفه تقدر تسجل يعني مانوال، ما تبي تقعد هناك تسجل مانوال، تخلص تقعد في قاعه انتظار، شوفوا كراسي بعيده عن بعض، عيون هني شوفوا بالصف الاول قاعدين، شوفوا هذيل الشباب والبنات وعيال الكويت اللي قاعدين اليوم بالصفوف الأمامية. هذا اليوم راح يقعد قدامه شخص على الكرسي هذا، هذا الشخص اللي راح يقعد قدامه جاي من برا، هل هو مريض؟ ما نعلم. هل هو ناقل المرض؟ ما نعلم. إن شاء الله كلهم سليمين، ما نتمنى يكون في واحد فيهم يكون حامل للفيروس، ولكن هذا اللي لازم احنا نعرفه، ان هذول الشباب وهذول البنات هم اللي قاعد يضحون اليوم، يقعدون في الصف الاول. فواجب اليوم لما تسال اي واحد تقول له زين احنا شلون ساعدكم، يقول قاعدين ببيوتكم. زين صار احنا قاعدين في بيوتنا، لا لا مو بس الحظر، الصبح اللوية اللي قاعد تصير في الجمعيات والدنيا والعفسه هذه كلها، هذا التقرير اللي انتم شفتوه حق عيالنا وبناتنا، قواكم الله الاخوان في الصحه، البنات والشباب والرجال اللي موجودين في وزاره الداخليه وقاعد ينظمون هذه الامور كلها، الاخوان في الطيران المدني جهد جبار قاعد يبذل وقاعد يستمر وحق مصلحة الكويت وحماية الجميع. راح عندي عندي عندنا مؤتمر صحفي، احنا بدينا يمكن في المؤتمر الصحفي، اذا بدأ المؤتمر الصحفي راح اقطع مع نهاية المؤتمر الصحفي، راح استمر مؤتمر صحفي، خلونا نتابع المؤتمر اليوم الصحفي واتكلم فيها. للأمانة خلال اليومين يعني اليوم وأمس، ولاحظنا صراحة في مركز التواصل الحكومي نسبة عالية بدأت من الإشاعات تظهر مرة أخرى على السطح، يعني كانت بداية الأزمة لاحظناها وتعاملت معها جميع الجهات والوزارات الحكومية وتفاعلت معها جميع الأجهزة الحكومية والمتحدثين الرسميين، وطبعاً ضعفت في مرحلة من المراحل، ولكن للأمانة لاحظنا خلال أمس وقبل أمس رجعت وبقوة، وكذلك رجعت فيديوهات قاعد نشوفها وخاصة عن طريق الواتساب، فهذا الأمر يزعجنا وكذلك يرهق السلطات في الكويت والوزارات. وسبب يعني مداخلتي في هذا الحديث أن نطلب منكم أمانة وأهلنا بالكويت، نطلب منكم ساعدونا عدم المساعدة في انتشار هذه الإشاعات. مجرد توصلك رسالة واخذها وكوبي بيست وتدزها على جروب وياك، ولا تدزها حق ناس ثانية وانت مو شايف المصدر من وين بالأساس، يعني مجرد رسالة تجيك وتدزها هني، يعني كمية الرسائل اللي انتشرت. وكذلك الشيء الغريب في الموضوع على هذه الأيام هي فيديوهات مركبة. فلذلك لأمانة يعني احنا يمكن يعني علميا تنتشر الإشاعة في حال وجود فراغ من المعلومة، ولكن الجميع موجود في مؤتمرات صحفية، في حسابات وزارة دائما موجودة ترد وتتكلم. فقضية الإشاعة أو المعلومة المدسوسة والمعلومة المخطوءة اللي نسميها احنا الرومرز ولا الديسنفورميشن ولا المسنفورميشن، هذه ما نحتاج احنا نكون جزء نشارك في انتشارها. مرة أخرى لا نساهم في انتشارها،
مجرد ان ناخذها ونوزعها وها سمعت السالفه هذه ولا دزها القضيه اللي السند وفورورد، لا تساهمون في انتشارها، ساعدونا نكافحها. المعلومه تبونها احنا موجودين وياكم في مؤتمر صحفي، موجودين الصبح، موجودين وياكم في الليل، موجودين حساباتنا قاعد ندعي ونقول، موجودين وزاره الاعلام مو مقصره، برامجها اليوميه موجوده كلها لايف. فنتمنى عليكم على اهلنا في الكويت والمقيمين في الكويت الانتباه على ما يكتب وما يدور وما يتناوله الجميع. فهذه الوتيره لازم تنخفض مره ثانيه، تنخفض من خلالكم، من مساهمتكم، من خلال العمل معانا، عدم الاهتمام فيها بالشكل هذا. عندكم سؤال ابعثوه على حسابات الوزارات، على الجهات الرسميه، على وزاره الداخليه، على الحرس الوطني، على الصحه، على مركز التواصل الحكومي، على وزاره الخارجيه. فلذلك ندعوكم أمانة، ندعوكم عدم المساهمة في المساعدة في انتشار هذه المعلومات الخاطئة وهذه المعلومات المدسوسة. لذلك أهلنا في الكويت نرجوكم ساعدونا في هذا الموضوع، ونرحب في مشاركة معالي الوزير. تفضل. شكرا لك. بسم الله الرحمن الرحيم. أشكركم مجددا على الحضور لليوم الثاني على التوالي لمناقشة أوضاع مواطنين الكويتيين في الخارج، يعني باسم الفريق المشكل من مجلس الوزراء المعني بأوضاع المواطنين في الخارج. اليوم بدأت أول عملية فوج لمواطنينا من الخارج، وكانت من لبنان ومصر والبحرين، وسيأتيها طبعا أفواج أخرى. حبيت أن يعني أشوفكم للمرة الثانية من منطلق الأوامر من سيدي حضرة صاحب السمو بإلى كافة الرعاية والاهتمام لمواطنينا في الخارج، وكذلك من توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء بأهمية الشفافية والمصارحة خاصة في هذه الأزمة، لأن إحنا كلنا معنيين فيها. هذه أزمة مثل ما تفضل سمو رئيس مجلس الوزراء في مجلس الأمة، ان يعني لا نعرف مداها الزمني، ولذلك يعني مهم جدا اطلاعكم كممثلي وسائل الاعلام، اطلاع الشعب الكويتي بكافه التحديات اللي احنا نواجهها والتفاصيل فيها. ابي ابدا باول شيء واللي هو ممكن انه حصل لبس يعني بالامس. بالامس انا ذكرت الفئات اللي او الفئات والمقاييس اللي صنفت عليها الدول، وقلت ان هذه الفئات التي صنفت عليها الدول خاضعه الى امرين: السلطات الصحيه في الكويت ومقاييس منظمه الصحه العالميه. وكذلك ذكرت ان هذه المقاييس خاضعه الى مراجعه بالساعه، كذلك يعني مش يوميا، لأن الأوضاع أنت قاعد تشوفون أن كيف هي بتصاعد مستمر، وممكن أن احنا نكون بهذه الغرفة الحين بعد ساعة كل الأمور تتغير. فإحنا نتفاعل مع هذه الأحداث المتسارعة ونتعامل معها مثل ما الله يقدرنا يعني عليها. تصنيف الدول ثلاث تصنيفات: دول موبوءة واللي تعثرت فيها الرعاية الصحية والسكنية لمن قطعت بهم السبل، دول منظومتها الصحية متداعية أو قاعدة تداعى، الأمور اللي متعلقة بمواطنينا بالخارج أن انقطعت بهم السبل فيما يخص الأمور السكنية. فرعاية صحية وأمور سكنية، يعني اللي عنده إقامة واللي عنده سكن لا يخضع ضمن هذه الفئة، وهذه شريحة كبيرة من مواطنينا في الخارج. فهذه النقطة الأولى وأجدد وأذكر فيها. قلت النقطة الثانية: الدول اللي يتمركز فيها مواطنينا في الخارج بعدد كبير
ولاحقا سوف أريكم خريطة في هذا المجال لكي تعرفوا لما الكلام اللي قاعد تكلمه ممكن أن تجسدونه على أرض الواقع من خلال خريطة. والفئة الثالثة هي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واللي هناك في تنسيق من مجلس وزراء الصحة لدول المجلس، هناك تنسيق مستمر بينهم، ومن منطلق التعاون فهذه تخضع الفئة الثالثة. لم أقل أبداً بترتيب مسألة السفر اليوم مثلاً من هذه الدولة أو اليوم الآخر من دولة أخرى، لأن هذا كله مرتبط بأمور متعلقة بالمواصلات، بالتصاريح، يعني بمخاطبة السلطات فيها. ولكن هذه الفئات تخضع الثلاث فئات هذه ل 11 دولة: لبنان، إيران، إيطاليا، إسبانيا، ألمانيا، مصر، فرنسا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، والبحرين والإمارات. وفق ما تعمله الخطوط الجوية الكويتية وكذلك وسيلة النقل الأخرى الوطنية الجزيرة مشكورة كذلك، فهم يعملون أمورهم واتصال، يعني فعلا يعني دور كبير قاعد يقومون فيه الطيران المدني في إيجاد التصريحات اللازمة. فهذه كلها يعني خاضعة لكيفية أمور وترتيب الطيران. فأجدد هذه الدول، كيفية وترتيب الطيران لن تسمعوه يعني بهذا المنبر، ولن تسمعونه من وزير الخارجية، ولن تسمعونه من الناطق الرسمي. تسمعون أمور المتعلقة بالأمور التصنيفات والمعايير والمقاييس، الأمور التفصيلية تؤخذ من القطاعات الرسمية ومن الجهات المعنية بها. فحبيت بس أن أوضح هذا الأمر جلياً منعاً لأي لبس أو أي غموض. هذه هي النقطة اللي بقيت أن أذكرها وأروح أوضحها. النقطة الثانية اللي أبي أروح أوضحها، ذكرتها بالأمس وأقولها اليوم وأقولها يمكن باكر وتسمعونها من الكل، كل الأمور متغيرة. يعني في أيام الرخاء، لما الواحد يكون عنده كل المفاصل، عنده كل الأدوات ويبني عليها خطط، وبعدها بفترة يؤخذ مردود هذه الخطط أو تتغير، فهذا شيء معلوم لأنه يمسك المفاصل ويمسك تلك الأدوات. لكن في هذا الظرف بالذات، هل في أي دولة من الدول 168 حول العالم اللي حاشها هذا الفيروس وحاشها هذا الوباء تملك أي مفصل أو أي أداة؟ الكل يعمل وفق الجهد اللي الله قدره عليه. فهذه يعني هذا أمر لابد أن الكل أن يعرفه. فالأمور تتغير، والأمور تتغير، هذه الفئات يمكن بعد ساعة تتغير، هذه المقاييس يمكن بعد ساعة تتغير، أمور ممكن تكون طارئة بالنسبة حق مواطنين بالخارج. كل هذا يعني يصير له تجديد وتحديث تباعا. هذيل النقطتين اللي كان بودي أن أركز عليهم. والآن النقطة الثالثة اللي هو الآن الخريطة وتوزيع الدول في العالم. الخريطة هذا خط الطول الأول وهذا خط الطول الأخير. لما نقول توزيع المواطنين جغرافيا، يبدأ من أول نقطة يشرق منها الشمس إلى من أبعد النقاط اللي يغيب منها الشمس. هذا توزيع مواطنين في الخارج. اللجنس
الآن تشوفون هذه كلها، كل هذه النقاط، هذه كلها مواطنين في الخارج. الأخضر هو 50 شخص وأقل. الأصفر هو 51 و100 شخص. البرتقالي من 101 إلى 999. وتمركز الأحمر هو لأكثر من 1000. هذا اللي إحنا نتعامل وياه. قدرتنا على الاستيعاب، أذكر فيها مجددا، هي 3000 شخص في كل دول العالم اللي تشوفونهم الحين موجودين هنا. وقدرتنا على الاستيعاب هي بقوة منظومتنا الصحية. وأجدد الدعوة بتحلي بروح المسؤولية والوطنية اللازمة. مسألة أن عودة المواطنين بيدكم، بيدكم يا أهل الكويت، بيدكم بالتزام بتعليمات السلطات الصحية. مسألة أن بدأنا الفوج الأول وكأن الآن هناك في ضمان لاستمرار هذا الفوج هو بتحصين منظومتنا الصحية. إذا في الغد أو بعد غد كان هناك في انعكاس بالنسبة إلى تفشي هذا الوباء فلن يساعد ولن يسهل. فندعوكم مجددا بالتزام والمكوث في بيوتكم والانضباط فيما يخص سواء كان حجر منزلي أو حجر مؤسسي. كافة التعليمات الصحية بكافة حذافيرها هي من تساعد. الحظر الجزئي، الالتزام به، منع التجمعات، الالتزام بها، فهي أكثر من دعوة. دول مثل ما ذكر سمو الرئيس أكبر مقدرة وقدرة من الكويت بكل الجوانب، بكل القطاعات، وتداعت وتهاوت. حفظوا بلدكم، حفظوا بلدنا، صونوها من أن يكون لها نفس هذا الأمر. كلنا مسؤولين وكلنا نساهم في إعادة مواطنينا في الخارج، في الحفاظ على بلدنا من هذا الوباء الكبير. وشكرا لكم، بلدنا والحفاظ على بلدنا والكويت، وشاكر لكم. رجعنا لكم مرة ثانية. كان المؤتمر الصحفي لمعالي وزير الخارجية وتكلم وبين نقاط كثيرة على الأمور اللي كنا قاعد نتكلم فيه. وضح نقاط أنا يعني بعجالة، يعني خذينا النقاط الرئيسية نفس التقسيمة اللي كانت أمس بس أعطاها بصورة أوضح. فللحين يمكن وسائل الإعلام إلى الآن يمكن ما وصلت لهم الخريطة اللي هو تكلم عليها. قسم الفئات إلى أكثر من مجموعة وإلى أكثر من دولة. فالجدول اللي حطه وزير الخارجية نفس الكلام اللي أمس تكلم عليه، بس اليوم كان بصورة واضحة وبين خريطة ثانية اللي هي أبي أحاول أصيد لكم إياها. الخريطة بالحين ما نزلوها وسائل الإعلام، بس هو أنا يمكن بس خذيت الدول اللي هو قالهم تقريبا، اللي هما أسبانيا الدفعة الأولى أو الشريحة الأولى، أسبانيا وإيران وإيطاليا ولبنان، والشريحة الثانية كانت اللي هي تقريبا مصر، والدفعة الأولى اللي كانت وياهم قسم الموبوءة تختلف عن اللي هي فيها
نسبة الصحة قليلة جدا عندهم، قسموا إلى الشرائح هذه. وإضافة ثانية وزير خارجية، أن الخريطة بيّنت عندنا أربع نقاط، قال اللون الأخضر هي الدول اللي فيها أقل من 50 شخص، والخريطة الثانية اللي هو كان من 51، الألوان الصفر كان من 51 ل 100 شخص، يعني هذه الدولة عليها علامة صفراء معناته العدد من 51 إلى 100 شخص، الخريطة عليها علامة برتقالية معناته فيها من 101 شخص إلى 99 شخص، ممكن يكون 500 700، بس هذول الدول اللي عليهم لون برتقالي. ويوم لاحظتوا الخريطة كان في دول، مجموعة دول عليها ألوان حمر، هذولا اللي هم 1000 وفوق. فقاعد يقول ان اليوم تقسيم الجزء في عملية الإجلاء للمواطنين مرتبطة ارتباط كلي في وزارة الصحة، وهذا الكلام اللي احنا كنا قاعد نقوله من البداية. قال ان الـ 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 الأحداث متغيرة، واحنا قاعد نراقب الوضع بالساعة مش باليوم، بالساعة، وهذا شيء جدا مهم ان تكون المراقبة بالساعة. وقال لك ان احنا ما ندري شنو المتغيرات، والمتغيرات قد تتغير ويانا هذه الامور. قال كلمة جدا مهمة، جدا مهمة، وانا اتمنى يعني وسائل الاعلام والاخوان يركزون على الكلمة اللي تفضل وقالها. قال كلنا نبي عيالنا يون من شو اسمه من برا، وهذا يعني امر طبيعي. يعني انا اليوم كنت اتواصل مع مجموعة من الطلبة برا الكويت، ايضا كلهم يبي يردون، ما في احد ما يبي يرجع. اكيد بلدك ووضعك وامانك وامورك يختلف عن الموضوع مهما كان انت في غربة، مهما كانت الامكانيات. بس وزير خارجية قال كلمة جدا مهمة، قال معدل رجوع الناس الى الكويت ترتبط مو بس بالوضع الصحي، ترتبط فيكم انتم بعد، دوركم انتم. شنو المقصود من الكلمة؟ المقصود ان اذا اليوم في انضباط بعدم التجمع وعدم الطلعات والروحات والردات اللي ما لها داعي، هذا راح يقلل العدد عندنا، راح نكون الحمد لله رب العالمين غطينا على الموضوع، خاصة فترة الاسبوع واسبوع الجاي اللي هي فترة انتشار اللي هم يعني يتكلمون عليها. فكل ما قللنا طلعاتنا من البيت، كل ما سيطرنا على هذا الوضع، كل ما سيطرنا على الوضع تغير الرقم عندنا بنزول، وكل ما كان الرقم بنزول كل ما كان ان احنا نقدر نجيب عيالنا اكثر واكثر واكثر. فاليوم الامر مرتبط بالجميع، نربط الكلام مع الجميع. انا بس يعني اذا عندي الاخوان يعني يجهزون لي اتصال مع سعادة السفير، اذا يقدرون يجهزون لي اياه، عشان يجهزون لي اياه فارتب انا وياكم. يتلي وايد من الطلبة، وهذه الارقام موجودة عندكم، وقلنا يا جماعة مجموعة من الطلبة كانت تكلمني اليوم من الاردن، ومجموعة كبيرة امانة من حلقة امس اشتغلوا علي في الواتسابات من موضوع الـ 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 الأردن. الأردن شوية وضع يختلف. ليش يختلف؟ أنا أقولك ليش يختلف. يختلف من جزئين. الجزء الأول، الجزء الأول يختلف إن 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 الأردن حظر كلي مش حظر جزئي، هذا رقم واحد. الجزء الثاني ان الناس مقسمين ما بين منطقتين، هذا الجزء اللي لازم تعرفونه، ان في عندهم مجموعة كبيرة موجودة في عمان، وهذولا تقريبا وضعهم افضل من اللي في منطقة اربد. اربد شنو مشكلتها؟ عشان بس نكون واضحين وننقل المعلومة صح، لا اليوم نشوش العالم ونقول هالكلام. اربد يعتقدون الاخوان في السلطة الأردنية، ونقدم لهم كل التحية والشكر، بأن هذه المنطقة اللي هي فيها الوباء. فقامت السلطات الأردنية وطوقت هذه المنطقة
معي؟ فلما طوقت المنطقة امنعت دخول وخروج أي شخص من أربد، فهنا صارت المشكلة، هني صارت المشكلة. فقامت تعاني الطلبة من هذا الأمر، هذا الأمر اللي قام يعانون منه الطلبة. ومشكلة الطلبة اليوم عندهم أكثر من مشكلة، مشكلة أن المحلات مسكرة، المشكلة الثانية أن كان المفروض يكون عندهم الحظر ليوم الأحد يفتحون مرة ثانية وما فتحوا. طلع قرار أمس بفتح البقالات من الساعة 10 الصبح اليوم إلى الساعة 6 المغرب، وكانت مشروطة بأن ما في سيارة تتحرك، يعني بتروح البقالة تروح مشي، يعني معناته تشتري من المحلات اللي يمك، واحد. اثنين، تكون مسافة معينة بينك وبينهم. ولما كلموني الطلبة أمس على هذا القرار قالوا بأن الوضع ما تقدر تشتري، يعني العالم، وهذا أمر طبيعي. وإحنا اليوم يوم تواصلنا مع الأخوان في السفارة، وأنا كلمت شخصيا صراحة يعني معالي الوزير والأخوان قاعد يحاولون مرة ثانية يأخذون اتصال وياه، وقلنا هذا الموضوع أن اليوم عندنا مشكلة، عندنا مشكلتين. مشكلة الأولى أن هناك فنادق موجودة بالأردن، معي؟ في جزء قاعد يحاولون يودونهم الفنادق، وهذه اليوم بمنع التجول ما قاعد يعطونك المجال الكافي، وهذا حقهم قانون دولة، فأنت لازم تحترم قانون الدولة. فاليوم السفارة قاعد تسوي طلعة بالسيارات نفسها مالت الجزء، سيارات السفارة هم اللي قاعد يبون الطلبة ويردونهم مرة ثانية. الجزء الثاني اللي قلنا احنا المنطقة اللي هي أربد، هذه اليوم صارت مطوقة. فاليوم لا هم قادرين يطلعون أحد ولا هم قادرين يدخلون أحد. واحد يقول لي صالح يعني اليوم هل معقولة ما نقدر اليوم؟ هذين طلبة ما لهم شغل. صح، بس هذا بلد اليوم، أنا اليوم هذا البلد لما أنا تكون هذه المنطقة أعتقد بأن هذه نسبة الوباء فيها عالية. فأنت اليوم لما هي أطلع أنا مجموعة وهي دخلها عمان، قد المجموعة هذه تنقل الوباء. الآن أنت بتنقلهم عن طريق شنو؟ عن طريق باصات، زي ممكن الباص، ممكن السائق يصير فيه، ممكن النقلة، يعني أكو ترتيبات لازم نعرفها. فهذا الموضوع، وأنا عندي كثير حقيقة من الرسائل في اللي قاعد يتواصلون فيها وياي من طلبة الأردن. أتمنى من الإخوان، طبعا أنا كلمت المعالي السفير عزيز ديحاني، كل الشكر، مشكور، تواصل معاي وبلغته في النقاط، وكان المفروض اليوم مندش مداخلة بس الخط مو راضي يمسك ويانا مع الأردن. وإذا اليوم ما قدرنا ناخذ السفير راح نحاول نتصل فيه مرة ثانية. فاليوم هذا الجزء اللي احنا بنتكلم فيه مهم جدا، ان احنا نركز بان لازم نراعي الطلبة. ايضا عندي الاخوان في طلبة امريكا باكر ايضا راح يكونون معاي، طلبة امريكا راح يكونون معانا وراح نتكلم في هذه الجزئية، وطلبة الاردن ايضا راح نهتم وراح نتابع هذا الموضوع، سواء كان عن طريق الاخوان في السفارة او عن طريق الاخوان في اللجان. هذين الجزئين راح نتكلم فيهم بصورة عامة. أنا أتمنى وأنا طلب أطلبه اليوم السفارات في الدول الخارجية، جواكم الله، ندري الجهد اللي قاعد تبذلونه ندري، ولكن اليوم هذين طلبه يقول لك أنا قاعد في البيت، ماني أول شيء أنا عليه حظر، ماني قادر، اثنين ما عندي مؤونة توكلني وتشربني، ثلاثة أنا خايف. فاليوم أنا عارف حجم الضغط اللي عليكم، وأنا من قبل أربعة أيام كان في اتصال مع الإخوان في السفارة في بريطانيا، واليوم كان في عندي اتصال مع أمريكا، واليوم العصر قبل الحلقة كان مع سعادة السفير في الأردن. أنا عارف الحجم الضغط اللي أنتوا عليكم يا، وعارف عدد الطلبة أنه كبير، وعارف أن الجهد وايد كبير. وأنا باكر راح أوريكم الطلبة الكويتيين برا شلون قاعد يشكلون فرق تطوعية بروحهم وقاعد يحاولون يساعدون بعض، وهذا جزء جميل جدا. ولكن ايضا انا من حق ان اليوم نطلب مره ثانيه من السفارات، معي؟ ما انا ما اقول ما قصرته، ولكن لازم يكون في ترتيب. لازم اليوم هذيل الطلبه ما عندهم احد، يعني انتوا اليوم انتوا الاب وانتوا الاهل وانتوا كل شيء لهم، ما عندهم احد يلجؤون له.
فلازم يلجؤون للسفارة، للملحق الثقافي، لي مش عارف ايه. انا ادري واحد يقول لي صالح 4000 طالب، ارد على منه ولا ارد على منه؟ الطالب اللي ما ترد عليه فيه خوف. وانا دائما اقول كلمة يعني، وانا ماني عارف شو راح يصير وما ادري. فكلمة الاطمئنان ان انا اطمن، او لما ارفع سماعة اليوم نفس العملية في البرنامج، لما ترفع السماعة وتدق وتشوف انه ما في اهتمام ما تدق على البرنامج مرة مرتين ثلاثة، ما تدق على البرنامج. نفس العملية اليوم هذا طالب ما عنده شيء، شو يسوي؟ لو يرفع السماعة يقول حق ابوه يبا ابي كذي، ابوه شو يسوي؟ قاعد في الكويت وهذا قاعد في الاردن، هذا في الكويت وهذا في لندن، شو بيسوي له؟ فانا اتمنى 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 من الاخوان ايضا، هذا مقترح، اذا في مجموعة من الطلبة يعني يتطوعون ينضمون تحت السفارة، يطلعون لهم هويات مؤقتة انهم يقدرون يتحركون يساعدون الفريق اللي في السفارة، جزاكم الله خير. بالنهاية انا احاتي، دائما احنا نقول نحاتي يمكن البنات اكثر من الشباب، يمكن الصبي شوية يقدر ويتحمل يعني، ولكن البنت لما تكون قاعدة بروحها وبمنطقة فيخافون. فلا تلومونهم اليوم لما يدزون مسجات ويتكلمون وهالامور هذه كلها. انا اتمنى ان يتواصلون معنا، وان شاء الله باكر بقدر الامكان احاول ارتب مره ثانيه الاتصال مع معالي سفير الاردن، وايضا راح نكلم الاخوان في طلبتنا في لندن ونتكلم على هذه الاجزاء. نرجع حق موضوع مهم وهذه الاتصالات، بس قبل لا اخذ محمد الاتصالات، محمد ايه قبل لا اخذ الاتصالات بس عشان نتكلم على موضوع الاشغال ولا اوكي، بس انا اخذ التغريده وعقبها ناخذ اخوان المشاركين يعني في البرنامج ارائكم اقتراحاتكم، عندكم تصحيح عندكم امر، هذا بالنهايه دوركم انتم. في تغريده طلعت قبل كم يوم حق وزيره الاشغال دكتوره رنا الفارغ، تقول وجهت القيادات في وزاره الاشغال العامه والهيئه العامه للطرق والنقل البري بمواصله عمل الفرقه التنفيذيه على اصلاح الطرق وفرش الاسفلت على مدار ال 24 ساعه ليضاعف الانجاز اكثر مع الحرص على اعلى معايير الجوده، وثقتي بالكوادر الوطنيه كانت ولا زالت، ارجع حق الجزء الاخير، وثقتي بالكوادر الوطنيه كانت ولا زالت. الان انا اخذ من التغريده اخذ اكثر من امر، اخذ ان الكويتيين صار لنا فتره سنتين يتذمرون من موضوع الشوارع مكسره وما تصلحت وما صارت ومن يوم المطر ومن يوم من يوم من يوم من يوم. انا اخذ الجزء الاول اللي هو الهيئة العامة للطرق والنقل البري بمواصلة العمل والفرق التنفيذية على إصلاح الطرق وفرش الأسفلت على مدار 24 ساعة، يعني الجهد مضاعف. أنا شكرا لمعالي الوزيرة يعطيك ألف عافية، وحقيقة لأن الكويتي صبروا وايد على موضوع الشوارع، فهذه خطوة تشكرين عليها. الجزء الأول. الجزء الثاني هو شكرك وثقتك في الكادر الكويتي. وعشان أنا أرد على هذه التغريدة، ودائما انا دائما اقول عشان انت تحط الحجه بالحجه لازم تشوف بعينك. فرحنا امس بعد ما خلصنا من الاخوان في الداخليه، ويعطيه العافيه اخونا مصورنا عبد الله، يمكن اللي كان وياي المصور والله ما اتذكر، يعقوب مشكور يعقوب، تعبناك امس ويانا، رحنا خذينا جوله ونزلنا الشارع ميداني. تبي تبين الحقيقه انزل الشارع شوفه. انا واعوذ بالله من كلمه ثانيه يمكن العالم متعلم عليه، انا ما ادز مراسل واحد يروح يصور ولا فيديو، انا اروح اشوف عشان لما يجي اتكلم اتكلم بكل مصداقيه. فقلت حق يعقوب خل نروح، صورنا الداخليه وتكلمنا وياهم والتقرير شفتوه كله كامل قبل شويه، وايضا طلعنا حق وزاره الاشغال، نزلنا الشارع، رحنا مشينا بالشارع، والله لا احد يدري عنه ولا يدرون ان احنا جايين ولا شيء، لان هو في الشارع فما انت محتاج ترخيص وهالامر هذا كله. شوفوا اللي احنا شفناه من الاخوان والعاملين في وزاره الاشغال. عطنا محمد التقرير خلي يشوفونه ويانا. حياكم الله، جينا اليوم نزلنا الشارع وبعد نشوف الاخوان في وزاره الاشغال وين حق الموقع وياهم. ويانا اخونا المهندس سالم العتيبي. اخوان انتم من اداره التفتيش؟ فريق التفتيش، جهاز استشاري للوزير، وزاره الاشغال العامه. المشروع الحين قاعد تشتغلون، الحين 10 بالليل وقت الحظر، شنو اللي تغير الحين وياكم؟ اللي تغير ويانا اول شيء الشغل، تذوب ويانا
بدل لا نطلع مثلا على 20-25 سيارة قمنا نطلع على 50 سيارة وزيادة 50-70-80 سيارة نحاول ننجز كثر ما نقدر نستغل فترة الحظر الجزئي. أخوي فهد طبيعة عملكم أنتو؟ طبعا طبيعة عملنا أول شيء نشيك على مداح الحديد ومداح العجلات ونشيك على أول شيء طبعا بتوجيهات من معالي الوزيرة حرارة العمال لازم نفحصهم قبل بداية البش. بخصوص المهندس سالم الحظر شوارع واقفة كذي عملية العمل عندكم صارت أسهل؟ أسهل لنا من قبل اللي نواجه المشاكل اللي هي حركة مرور السير يعني تعطل شوارع تعطل زحمة الحين اللي مريحنا أكثر اللي يعطينا راح ننجز أكثر من قبل يعني بدال لا ننجز مثلا بساعتين كيلو ونص ولا كيلو وين الحين بساعتين نجزنا 3-4 كيلو دبل. شوف أنا حضرت الموقع عشان تشوفون بعينكم شوف شباب هني قاعد ينزلون القار هذا حرارته 350 درجة شوف حرارته هذا شوف الشباب هني شوف هني هذا وهذول شباب كلهم قاعدين هذول شباب كويتيين احنا الحين تقريبا قاعد اكلمك انا تقريبا الحين الساعة 12 بالليل وشوف الشباب قاعد يشتغلون قواهم والله وهالجود هذا اللي احنا نبيه هذا اللي نبيه من الشباب قواكم الله. والله قواهم الله والله ترى يعني يمكن انا ما ادري بالمونتاج يمكن ما سمعتها حط المعلومه ولا مو حاطها انا يوم رحت اصور عند شو اسمه عند السياره الخضراء محمد وتحط اخر لقطه وانا عند السياره الخضراء هذه الكبيره اخر 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 شيء قبل لا اقول قواكم الله تدري يعني شنو ال 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 طبعا السياره هذه الكبيره زين يعني انا ممكن ياخذوني كادر الحين مع الاشغال اذا يبون يحتاجون انا حاضر ترى لان صرت خبره السيارة هذه هي اللي تفرش الجار. في سيارة اللي هي واقفة يمها اللي هي النساف اللي صب الجار اللي أنا واقف يمها قاعد أصور. تدري شنو حرارة اللي قاعد تطلع من الجار شيء ما تصدقه. حتى أنا سألت المهندس ويعطيهم العافية هذيلة كوادر الوطنية شفتوهم هذيل الكوادر الوطنية. هذول الشباب كانوا قاعدين 12 بالليل ترى أنا مر والله لا تصريح ولا يدرون ولا مكلم أحد. ناس شغالة على قدم وساق أقول لك الحرارة يقول لي توصل 350 دخان يطلع من الأرض ويعطيهم ألف عافية وجهد وشغالين وماخذين من قبل مستشفى الهادي بعد قلت له الآن الحظر قال لي إذا قبل كنا نشتغل كيلو ونص نسكر باليوم كيلو ونص اليوم قاعد نشتغل 3 كيلو فقواكم الله الأخوان في وزارة الأشغال وهذا الجهد اللي احنا بنشوفه وهذا اللي انتوا ابيكم تشوفونه وانتوا قاعدين في البيوت فتره الحظر انا راح اوريكم كل يوم راح اطلع لكم من يوم يومين تقرير راح اطلع لكم الشغلات اللي موجوده برا خل اخذ الاتصالات وارجع على الموضوع عايد مساك الله بالخير مساك الله بالخير ابو حيدر هلا طال عمرك هلا اخوي هذا الساعه المباركه اللي سمعنا فيها صوتك ساعتك ابرك الساعات ومن زمان نبيك في البرامج الحلوه يا ابو حيدر شرف تحت امرك أخوك طال عمرك من سكان ضاحية علي صباح السالم أم الهيمان سابقا نعم وعندي شكر وعرفان لجمعية ضاحية علي صباح السالم لجهودهم المبذولة ورئيس مجلس الإدارة الأخ حمزة العازمي وأشكر الأخ حسن منصور رئيس مجلس الإدارة الأسبق الجهود الطيبة الجهود الذي قام بها نعم زين الجمعية ترتيبهم تنظيمهم أمورهم شغلاتهم الحمد لله كل شيء متوفر يا أبو حيدر زين حلو هذا شيء طيب وبالنسبة لدخول المواطنين يدخلون 30-30 ايه يدشون 30 حلو. ويطلعون يدشون مكانهم 30 مشكور يا عايض عشان احنا بس نلتزم بالوقت مشكور يا عايض كلامك 100% واتمنى عندي وايد اتصالات وما ابي اخذ الوقت عندي البار زينب مساك الله بالخير مساك الله بالنور هلا استاذ حياك الله اختي يا هلا الساعه المباركه يسلمك يعطيكم العافيه يعافيك طبعا الكل جهوده مشكوره وكل شيء واضح بالكويت الحمد لله احنا بعز ونعمه
وخير. بس اليوم وايد أنا صار لي 4 أيام ويا عيالي في البيت، يمكن 5 أيام من صار الحجر ما قمنا نطلع إلا للضرورة جدا يعني. فاللي طلعني اليوم وصدمني بالشارع إن الشارع كله واقف كنا ماكو شيء، الكل طالع تلف يمينك يسارك كله أجانب. وأنا بيت أهلي أمي بروحها برميثية، فقلت بروح أطلع عليها، أمي مريضة وتعبانة. ما قدرت أوصل حق أمي إلا 4:30، تخيل من كثر ما الشارع واقف. وغير الحادث وغير ما أدري شنو، هذا كلهم طلعتهم ضرورة، هل يعقل؟ إحنا هذا اللي قاعد نقوله زينب، هذا اللي قاعد نقوله، إذا ما في ضرورة ما في ضرورة. نبي قانون شوي يعني يجزمهم شوية، يقعدهم، تعبنا ملينا. إحنا الكويتيين قاعدين والحمد لله كل شيء موفرين لهم، ليش كذي قاعد يتعاملون معانا؟ مشكورة زينب، يعطيك ألف عافية. بس أرد على جزئية معينة اليوم، اليوم خل أنا أتكلم في جزئية معينة اليوم. ترى اللي في الشارع ما يصير أنا أقول والله أن كلهم مقيمين، يعني خلنا شوي نكون منصفين، هذا رقم واحد. رقم اثنين، أكو عدد كبير من الكويتيين أنا قاعد أشوفهم في الجمعيات وفي أشويخ. الجزء الثالث وهو المهم اللي أنا كنت أتكلم فيه من حلقة أمس، قاعد أقول هذولا اليوم بالنهاية هذولا ما عندهم إجازة، يعني أكو جزئية لازم إحنا نفكر فيها، هذولا ما عندهم إجازة. يعني اليوم شويخ فاتحة، فاليوم طالما أنا فاتحين هذين موظفين فأكيد راح يطلعون في الشارع. أنا على أساس كذي قاعد أقول أنا أتمنى إغلاق هذه المحلات وتبديلها مثلا في المناطق الداخلية، كل بيت اليوم إحنا في الكويت كل منطقة عندنا فيها خدمة تبديل الزيت، هاي المهمين اليوم بتبدل زيت أو التاير، جزئيتين مهمين بعد ما تبي الأجزاء الباقي. بس المشكلة اليوم هذيلة عدد كبير فقاعد يدامون، قاعد يروحون دواماتهم، فراح عشان تيجي تشوفونهم عدد كبير. اثنين، اليوم النقل العام واقف، فقاعد يستعملون شنو؟ يا أما السيارات الشخصية يا أما التكاسي. إذا هذيلة وقفوا عن العمل راح توقف وياهم التكاسي. فأنا هذا اللي أنا أتمنى عشان لا تشوف العدد الكبير. أم فاطمة مساك الله بالخير. مساء الخير. يا هلا حياك حيدر، الله يحفظك. أخوي أنا عندي ولدي بأمريكا، والله ولدي بأمريكا يعني أشكر السفير مال أمريكا. نعم. يعني البوكسات توصلهم ليه عندهم. نعم. يدرسون. بس ولدي اللي ببريطانيا لا الملحق الثقافي ولا السفارة ولا واحد فيهم مهتم فيهم. يعني في واحد فيهم قال له أنا صايبني كورونا، قالت له السفارة اقعد بالبيت لما تصير حالتك يعني سيئة دق علينا. السفارة هناك بريطانيا مو متعاونة كلش. يعني أنا عندي ولدي حتى معقم مو لاقي له، معقم مال الإيد بالجمعية مو لاقي له، الأرفف فاضية بالجمعيات هناك. نعم. مشكورة فاطمة، لأن الوقت خلص. واضح الكلام إن ولدك في أمريكا، وأيضا اليوم العتب اللي أنت قاعد تقولينه حق الإخوان في بريطانيا راح نوصل لهم المسج. أنا أدري أن العدد كبير يفوق 11200 في بريطانيا، ولكن إن شاء الله راح نوصل لك المسج هذا حق بريطانيا ونتواصل معاهم. بالعكس، وأنا قلت المقدمة أن لازم كل يتعاون. اليوم معقمات ما في معقمات، أنا هذه المشكلة صراحة أدري أنه يعني الله يعينكم، يعني الصور اللي أنا قاعد أشوفها والجمعيات فاضية وهالأمور شيء يعني على قولتهم خارج الكنترول، شو بيدك تسوي؟ علي العازمي مساك الله بالخير. يا مرحبا ابو حيدر. هلا طال عمرك. هلا حبيبي طيب. حبيبي يا هلا، الله يرضى لي عليك. لي نوجه لك، نتوجه لوزاره الاشغال بس. ايه، عندنا الشوارع المنطقه من داخل منطقه صبار كلها احفر وكلها مكسره من 4-8، ما عملوا فيها ولا شيء. حلو. في مكان معين؟ في كذا مكان يا اخوي. حلو. قدام الشارع اللي قدامنا كله مكسر، هذا اول شيء. ايه حلو. أوكي. وعندك دخلة المدارس بعد مكسرة فيها. نعم. إن شاء الله. إن شاء الله. يعني إن شاء الله الإخوان بالأشغال ما يقصرون. بس أهم شيء يعني إن يخلصون الشوارع الرئيسية اللي برا، وبعدين إن شاء الله يشون على
الشوارع الداخليه. مشكور يا علي العازمي، يعطيك العافيه وان شاء الله يهتمون في كل المناطق ويوصل ان شاء الله. مشكور حبيبي ما قصرت. علي العنزي مساك الله بالخير. مساك الله بالخير ابو حيدر، هلا طال عمرك. كيف حالك طال عمرك؟ خير دامك بخير. يا طويل العمر اول شيء بتشكر ابونا العودي جزاه الله خير، ما قصر ما قصر ما قصر. انا بنيتي تدرس بلدن طب بعمان. نعم جزاهم الله خير، من يومين ثلاثه جابوا السفاره وخذوهم من سكنهم وسكنوهم بفندق ثلاث وجبات والبرد والشاي وقالوا لهم شنو تبون حاضرين، وبيض الله وجهه السفير الديحاني. صح ونعم ما قصروا، رحم الله والدي أميرنا العود، رحم الله والدي، رحم الله والدي، الله يدوم لنا يا رب العالمين. الله يحمي لك بنتك وتتخرج وتفرح فيها إن شاء الله. والله العظيم إحنا أحسن دولة بالعالم، الله عطانا. هذا كلام ما في شك، ما في شك. والله أحسن أمير الله عطانا بالعالم. لا والله ما في شك. الله يطول الله يطول بعمره إن شاء الله آمين. إي والله رايتك بيها. ويخليكم وطال عمرك معلوماتك مساحة الأرض لا إله إلا الله 100% قاعد تجيب صحيح. لا لا أنا قاعد أتواصل وياهم، أنا قلت لك الجزء اللي قاعدين من الفندق ما عليهم. نعم. شيء لان نعم. السفاره قادره توفر ثلاث وجبات، قادره توفر كل لان مكان واحد. المشكله نعم. الان اللي قاعد يواجهون الطلبه اللي هم برا كل واحد بمكان لا اربد هاي مصيبه، ايش موضوع ثاني هذا. انا يعني لا اربد بس اليوم انا عندنا بعد بنيه برد باربد بس امورها صارت هم إيه؟ لان انا يوم كنت قاعد اكلمهم قالوا راح يفتحون سوبر ماركت خاص حق الكويتيين عن طريق السفاره، هذا الكلام اليوم. وايضا ابشرك ان في لجان راح تشتغل، وانا احنا مو قصد القصد ان ننتقد، احنا قصد ان نوجه يعني اليوم عشان يوصلون. اتمنى احنا بالعكس ان يتم الكلام، واتمنى انا كل الواتسابات اللي موجوده عندي على الشاشه اتمنى يردون مره ثانيه يكتبون والله يا ابو حيدر ترى لا وصلت المؤونه. احنا ترى بس نبي نحل الموضوع، ما نبي الموضوع يعني يكون احد متضايق منهم. عبد الله مساك الله بالخير. مساك الله بالنور يا هلا. هلا طال عمرك. اول شيء يعطيكم العافيه ان سمحتوا لنا احنا نتكلم. تشرف فيك يا عبد الله. انا عندي ثلاثة عيال برا، واحد في استراليا، صراحه لا السفاره ولا الملحق الثقافي ولا قاعد يتواصل وياهم ولا شيء. ولدي الثاني في بريطانيا، اتحاد الطلبه هم اللي مشكورين ما قصروا ومسوين لهم مثل مجموعات وقاعد يتواصلون معاهم، والله خير وصلوا لهم صندوق مثل منظفات وكذي. بنتي الصغيرة في أربد، المصيبة في أربد اللي في عمان صراحة وفروا لهم فنادق مواد غذائية، لكن اللي بعمان يعني حتى احنا صار لنا يومين قدرنا ان احنا نتواصل مع اتوقع احد من القنصل او شيء، ماكو شيء. يعني البنت قاعدة في الشقة بروحها، فأنا يعني خايفة البنت، وأتمنى إنه يصير صراحة مجهود زيادة حقهم. يعني أهم هذولك اللي بعمان يعني هم أمان أكثر وهم في اهتمام أكثر. صح. من اللي في أربد. صح كلامك صح، ما في اهتمام كلش بالمرة. صح. صراحة أنا كلامك 100%، وأنا الكلام اللي قلتيه مشكور يا أم عبد الله، الكلام اللي أنت قلتيه أنا قلته ورجعت ما ضايق، وقلت لك أنا قبل الهوى أنا كنت متصل فيهم، أنا قاعد أتكلم السفير وقلت لك المشكلة اللي في أربد شنو؟ المشكلة أن المنطقة مطوقة، يعني ما في أحد يدش وما في أحد يطلع. الآن كل اللي هم قاعد يحاولون يسوونه أن يوفرون لهم الوجبات، يوفرون لهم الأمور هذه كلها. وأبشرك الشباب الكويتيين اللي موجودين في أربد الطلبة بعدهم نفسهم الآن سووا بروحهم بعد فريق كامل زين قاعد يتواصلون مع الكل على أساس يحاولون يساعدون بعض. هم المشكلة الآن اللي واقعين فيها ان هذا الفريق مو قادر يتحرك لان عندهم حظر كلي. فالان المطلوب من الاخوان في السفاره انه يتواصلون مع هذا الفريق، شلون يوصلون لهم المعونه، شلون يزودونهم، شلون هالامور. انا اعلم ان هناك لجان قاعد تشتغل في الموضوع وقواهم الله. ترى احنا كل اللي نبيه ان اليوم يكونون عيالنا وبناتنا مطمنين، هذا اللي احنا نحتاجه بس. ابو فهد مساك الله بالخير. مرحبا. هلا طال هلا 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 بشي وجزاك خير. بخير الله يسلمك. احنا شو اسمه الرابعة حق الاعلاف. ايه مشوار وشعير قبل يفتحون الساعة 8، الحين بالازمة يفتح الساعة 9 ويسكر 12 الا ربع. احنا موكلين شخص مثلا عددنا 300 شخص، الغت التواكيل صار زحمة، نجيهم زحمة تكادس ناس. يعني ليش تلغي التواكيل وعن المرض هذا شلون؟ حلو الحين لغوا الموضوع ولا بس شغالين من 9 الى 12؟ لا الحين مشتغل الحين قبل 8 الحين 9 الحين 9 يبدا 9 قبل افتح الساعه 8. ايه الحين افتح الساعه 9 ليل 12 بس.
لا 12 وملغي التواكيل. انا مثلا انا وانت ومثلا 200 شخص واكثر شخص واحد يستلم عنا الاعلاف. ايه الغى التواكيل عشان 200 شخص يجون هناك لازم يجون 200 شخص. حلو. انا انت نص الكويت كله. كلمتوا الهيئه ولا ما تواصلتوا؟ كلمنا يقول صف دور وشرطه وزحمه لو تجي هناك تنصدم. حلو ان شاء الله. حاضر تامر يا ابو فهد. احاول اتواصل مع الاخوان. يعني انا عاده الهيئه يعني كانوا ما ادري قبل كانوا يردون ويتصلون وكذي وكذا ويانا، بس خلي باكر انا اشوفهم يعني اللي انا اقدر عليه ان شاء الله. حاضر. يعني انت واستراليا وموضوع السفاره في بريطانيا والاردن احنا متكلمين عليها. الاشغال بقى عندنا منو ويانا؟ علي الشطي. علي الشطي حياك الله. السلام عليكم بحيدر. يا هلا طال عمرك. الله يعطيك العافية يبا. حياك الله يبا. ساعة مباركة. اشكرك واشكر كل من كل مع كل المعاملين في هذه القناة. حبيبي الله يحفظك. واشكر جميع العاملين في هذه في خدمة الوطن. تسلم حبيبي بعد راسي. انا اليوم كنت في جمعية بيان العدالة ما شاء الله تبارك الرحمن. يعني شفت الشعب الكويتي خصوصا الشباب والشابات يعني بدور جبار صراحة في خدمة هذا البلد. نعم. وصراحة يعني وخيرا انا احب اوجه كلمة يا اخو حيدر. نعم. الكويتي او الكويتية بينوا على حقيقتهم انهم صراحة يعني خايفين على ديارتهم. بلا شك ما في شك اكيد. يعني كبر ما نشكرهم يا ابو حيدر ما نعطيهم حقهم صراحة. نعم. نعم. والله يعطيك العافية. حياك الله مشكور ما قصرت. قبل لا اخذ منو معي بعد؟ خلنا ناخذ فاصل بعدين ارجع مرة ثانية وعندي ناس قاعد تعقب على موضوع الشبرة. بعد الفاصل راح اتواصل وياكم. أسأل الله العلي القدير أن يزيل هذه الغمة عن مجتمعنا وكل مجتمع، كل الأمة الإسلامية والعربية وكل من أصيب بها أن يشفيه بإذن الله تعالى. لكن المهم عندنا أن نتقيد بالإرشادات، إرشادات الوقاية من هذا الفيروس اللعين، وهي إرشادات بسيطة جدا نحافظ فيها على أنفسنا وعلى الآخرين بنفس الوقت. هذه الكمامة والمطهر، هذه للحفاظ على أنفسنا والحفاظ على الآخرين بنفس الوقت، حفاظ على الأجيال القادمة، نعلمهم الالتزام بالقوانين وبالإرشادات من المسؤول. جاسم النبهان. محطة أولى للوقود سوت لكم أبليكيشن للموبايل، تقدر عن طريقة تعبي حسابك بالكرت وراح تصير طريقة الدفع أسرع عن طريق الكيو آر كود، بالإضافة لمميزات وعروض حصرية توصل لك أول بأول. وإذا تبي تعرف شنو أقرب محطة لك والخدمات اللي متوفرة فيها راح تلقاها بالخريطة. حمل تطبيق أولى. تحب الكويت؟ روح افحص. If you love the Kuwait, make it test. تحب الكويت؟ بادر بالفحص. بتحب الكويت؟ بادر بالفحص. You love Kuwait, طب جايه اور ميديكال تيست كرويه. تحب الكويت؟ ابعد عن الاشاعات وروح افحص. اگر کویت را دوست دارین، برین فحص کرونا. عشان الكويت، بادر بالفحص. عشان الكويت لازم نفحص. تحبوا الكويت؟ بعدوا عن الاشاعات. تحب الكويت؟ ابتعد عن الاشاعات. عشان الكويت وعشاننا روح افحص. تحب الكويت؟ بادر بالفحص. كويت أمانة، ابتعد عن الإشاعات وبادر بالفحص. لوگ کویت میں رہتے ہیں نا کویت کے لیے اچھا میڈیکل جانے کا ہے ہم کویت والے گڈا قادرے کویت ہندر اٹا آئی لو کویت تحب الكويت بادر بالفحص اذا تحب الكويت بادر بالفحص الكويت أمانة بادر بالفحص رجعنا لكم مرة ثانية وما شاء الله يعني الاتصالات والله راح أحاول أخذ بقدر الإمكان ومشكورين الإخوان أيضا قاعد مجموعة من الهيئة أيضا قاعد يتواصلون ويانا إن شاء الله بعد البرنامج راح أعطيكم التفاصيل.
احنا اليوم دائما نتكلم في هذه الجزئيه ان الـ الـ الامر اللي احنا قاعد نطرحه في التلفزيون لما يقعدون المسؤولين يسمعونه احنا محتاجين حلول فقط. يعني اليوم يمكن بعض الناس يقول لك والله ليش خليه يا اخي خلى اليوم هذا قاعد اليوم عنده وجهه نظر يقول لك والله مثلا مثل الاخت ساره يمكن اسمها قالت والله الجمعيه مثلا فيها مشكله اليوم دق مثلا اخونا عايد قال لا والله انا مثلا اشوف جمعيتي مميزه زينه فلان يقول لا والله عنده مقترح ليش مثلا هل يعني لازم نسمع العالم اليوم لازم نسمع اليوم مقترحاتهم ارائهم شو اللي قاعد يصير هم يعني اليوم انا عشان اوضح نقطه معينه الناس هذه لما تشوف شيء وتبلغك وتتصل تليفون احنا اليوم المفروض نكون عيننا عشان المسؤولين يعني هم يشوفون شنو الوضع شنو اللي قاعد يصير ايش حقه وارجع اقول مره ثانيه بلغوني مجموعه ان وهذه رسالتها حق الاخوان المفتشين وما عندنا شك فيهم وزاره التجاره الان جزئيتين عندكم وزاره التجاره وبعد يومين راح اتواصل وياكم واشوف شنو الاجراء اللي صار عليهم الجزء الاول البقالات اللي في صباح الصالح اللي تكلمت عليهم المره الجزء الثاني اليوم اضيف عليه وهذول لازم يكون عليهم تفتيش يشوفون قالت ان بقالات صباح السالم اسعارها وايد غاليه فلازم تراقبون هذا الامر اليوم اكثر المسج اللي قاعد يقولون لي ان الشبره السعر وايد غالي فانا اتمنى من الاخوان في وزاره التجاره المفتشين وانتم متواصلين معنا وما تقصرون ان تطلعون لي على صباح السالم تشوفون الوضع وهذه شكوى جايه والجزء الثاني اللي هي الشبره وايضا قبل لا اخذ الاتصالات كل الشكر عندنا اخواننا يعني كثير من الاخوان اخونا مثلا زياد من الاردن يقول البيت مفتوح والساعه المباركه واي شيء تبون وهذه بلدكم مشكور احنا يعني مو غريبه عليكم بالعكس احنا يعني الاخوان الاردنيين وعلى راسنا يعطيكم الف عافيه وبالعكس نتشرف فيكم واحنا مع هذا القانون ومع تطبيق القانون واكيد بالنهايه تشوفون مصلحه البلد امر طبيعي واحنا اليوم ايضا نشوف بعد عيالنا وترتيباتهم مشكور وما قصرت وان شاء الله الاخوان في السفاره ما يقصرون هاي بادره منك انت تشكر عليها منو معنا علي القطع مساك الله بالخير الله بالخير الله يعطيك العافيه يا هلا اللي تسمع في صوت الناس وتحل المشاكل ان شاء الله حبيبي القطان الله يسلمك يعني اولا انا حقيقه الحكومه اعتقد انها هي مسويه يعني دور وزاره الصحه وجميع المؤسسات الداخليه وكل وزارات قاعد يشتغلون الصراحه بروح رياضيه وواضح يعني حلو. حتى موضوع بالخارج اعتقد انه مهم كذلك بعض المعوقات اعتقد بس الواضح ان ناس قاعد تشتغل وفي تخطيط انا بس ودي اقول شغلتين الشغله الاولى طبعا بالجمعيات بعض الجمعيات لا مرتبه فعلا مرتبين ووضع مرتب اكثر ولكن بعد ما في شيء اسمه شيء 100% ولكن عموما لا كل شيء مرتب حلو. كل شيء منظم يعني هذا راي عام موجود يعني هذا حقيقه بس عاد لا يصير الانسان دقيق يدور السلبيات طبعا اكيد الجزء الثاني احنا تطرح عندنا مشكله موضوع العماله يعني خصوصا منطقه المناطق اللي فيها عماله اعتقد ان هذه هي اللي تحتاج تنظيم نعم وعندنا هم مشاكل يعني العامل الحين هذا ما ياخذ راتب ولا ياخذ معاش راح اكيد راح يصير خلل امني وراح يندفع لانه ما عنده فلوس ما عنده شيء يتصرف الفلوس راح يهجم يبدا سرقه يبدا الامور الثانيه فاعتقد في هذه الازمه نعم. اعتقد الدور الحكومي يعني واضح ان الحمد لله الكل متحرك واضح مشكور. وكذلك اشتغل الفرقه التطوعيه الفرقه نعم. التطوعيه اللي باكر ان شاء الله باكر راح اشوف مشكور يعني القطان عشان الوقت اول شيء مشكور كلامك 100% وباكر ان شاء الله اذا الله اعطانا عمر باكر راح اكون وياكم انا على الهواء وايضا راح اوريكم الفرق التطوعيه وراح اوريكم الجماعه اللي في امريكا اخونا في امريكا شلون نظموا العمليه في امريكا والله العظيم انا لما كنت اسمعهم شو يقول قلت مستحيل اوريكم باكر باتصال بالصور بالفيديوهات اوريكم شلون عمل الشباب الكويتي التطوعي في امريكا شنو قاعد يسوون وراح اوريكم ايضا في الكويت الفرق التطوعيه اللي تشكلت حق الجمعيات التعاونيه انا ما عندي شك انا ادري ابناء الكويت دائما في هذا الامر قال ابو محمد جزء جدا مهم يا جماعه الوباء وهذه نقطه لازم نعرفها صح ترى الوباء ما يعرف كبير وصغير ولا يعرف هذا كويتي وهذا غير كويتي فانا ارجوكم رجاء اصحاب المحلات الناس اللي عندهم شغل والان مغلق هذه الاماكن بالنهايه يعني هذا قرار دوله
ويحترم. بس لازم نفكر من جانب ثاني. اليوم الكويت عطت وايد، عطتكم كثير، فاليوم لما تيجي تسكر وتخسر لك شوية بالمقابل أنت كم سنة قاعد تطلع، الله يرزقك ويوسع برزقك. بالنهاية هذا العامل ترى ما له ذنب. يعني اليوم البعض، وأتمنى إن شاء الله ما يكون أحد كذي، ولكن البعض هذول العمال اللي رواتبهم على 120 و 140 اليوم تقول له والله أنا سكرت المحل، والله القهوة سكرت، روح أقعد ببيتكم. صح، القهوة سكرت، روح أقعد ببيتكم، هذه الكلمة صح، بس أقعد ببيتكم هذا من وين يأكل؟ يعني خلونا شوية نفكر في الجزء، يعني خلينا نفكر في الجانب الإنساني. يعني خلي شوية في اليوم إحساس، مثل ما أنت تحاتي ومش عارف إيش ونزل الراتب والحكومة نزلت الراتب مبكر يعني لازم هالأمر هذا، مثل ما أنتوا استانستوا في موضوع إنه والله موضوع اللي عليه قرض ستة أشهر ما يأخذون، استانست ليش؟ لأنه ما تدري اليوم استهلاك حق الجمعية مو مثل استهلاك قبل، قاعد استهلك بشكل أكبر، الأهالي قاعدين ما شاء الله الأكل شغال، استهلاك أكثر. زين أنت قاعد تفكر في نفسك في الجانب هذا، اللي راتبك 500 و1000 و1500 زين، هذا اللي راتبه 100 دينار، اللي راتبه 150، اللي راتبها 200 دينار، اللي راتبها 300 دينار سكرتيرة، اليوم قعدت في البيت، هذه من وين تأكل؟ لازم اليوم نفكر في هذا الجانب يا أخوان. أنا أرجوكم ثم أرجوكم، إحنا بلد الخير، بلد العطاء، القنوات التلفزيونية قاعد تحط صورنا، المقابلات قاعد يقابلون أصحاب العمارة اللي قال لهم الأجار مجانا، أصحاب العقارات. اليوم يا جماعة هذا جانب إنساني والله العظيم. فاليوم إذا ما نعرف قدر النعمة اللي إحنا فيها، واليوم نتعامل مع الناس بالإنسانية هذه، ما يصير يا جماعة. وإحنا في بلد وخير ونعمة والحمد لله، ويطلع أمس معانا العنزي مال التجارة يقول المخزون يكفي 6 أشهر، مخزون بلد. فلا نستبخل اليوم على بعض الناس وعلى بعض الأمور، وهذيل الناس أجارات ادفع له معاش راتب شهر شهرين، اتبع له شهر شهرين، شو المشكلة؟ حتى لو ما اشتغل عندك، هذا يا ما عطى من عمره حق كنت في العمل. اليوم انت قاعد تعطيه مو عشان توقف وياه، مو في اقل ازمة تهده وتوخر. انا هذه رسالة اوجهها، وعندي رسالة ثانية حق اللجان الخيرية، بس خليني اخذ اتصالات. منو وياي؟ ابو محمد مساك الله بالخير. الو، الله بالخير. يا هلا طال، هلا حبيبي، حياك الله. يعطيك العافية. بخير الله يسلمك، هلا طال عمرك. بغيت أول شيء أشكر إدارة جمعية الرميثية. نعم. والكادر التطوعي اللي عندهم على حسن التنظيم صراحة، بالنسبة حق الدخول والخروج. ونعم. تنظيم جيد. ونعم فيهم. والصراحة هذه شغلة. أكيد زينين أبو محمد. أوف ما علي. ترى إذا مو زينين قل لي بس. يعني بالذات الرميثية. لا بالعكس والله، بالعكس والله، من أحسن من أحسن يعني تنظيم وصراحة ترتيب. ما عليه يعني. وشغلة ثانية بالنسبة حق الطلبة، أنا عندي ولدي في أمريكا في أوهايو، ترى مو كل الولايات قاعد يعني يتواصلون ياهم السفارة أو المكتب الثقافي. نعم. أنا عندي يعني الولدي يعني لا يعني لا تصلوا فيه ولا وصلوا للحقيبة الوقائية ولا السلة الغذائية يعني. فمو كل، ترى مو كل الولايات على فكره يعني قاعد يعني يتصلون فيهم ترى يعني للعلم يعني. باكر راح يكونوا وياي، راح يكونون اخواي الاخوان، واتمنى بس تكلمني على هذا، راح اكتب انا يعني المناطق اللي ما فيها راح ابلغهم ان شاء الله باكر، وباكر ان شاء الله خليك ويانا راح تتابع تشوف ويانا شنو المناطق اللي هم قاعد يعني يغطوها. طبعا يعني قبل اخذ الاتصال الثاني، مشكورين اخواني يعني، انا ما بنعك جهد جبار قاعد يذلون الاخوان في جمعيه الرميثيه، ما عندي شك فيهم، بس انا قاعد اقول له اكيد الرميثيه لان انا من سكان الرميثيه، ويعني يعطيهم العافيه سواء رئيس مجلس اداره او الاخوان الاداريين او الاخ محمد عبد الحسين، كل الشكر لك مدير عام جمعيه الرميثيه وكل الجمعيه صراحه فيهم جهد جبار. فمن هذا الباب يا ابو محمد قاعد اقول لك اكيد الاخوان المنظمين يعطيهم العافيه. عطنا الاتصال اللي وراه. حسن مساك الله بالخير. مساك الله بالخير ابو حيدر. هلا طال عمرك ابو حيدر، متى اخر مره جاي الخيران؟ العيد الوطني. العيد الوطني شايف الشارع ابو حيدر؟ ايه اي 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 انا ما اتكلم على التحويلات، انا اتكلم اذا انت حاضر الديره من بعد المفرق ما طريق الفيحين وتكمل على الملك فيحين. حلو. شايفه شلون مكسر لين القريل؟ صح. عدل؟ عدل. اهلنا عيالنا حريمنا ليه متى؟ صح. شوف انا ما ادري شنو الخطه، بس راح اقول لك الحين ارد عليك، بس عشان لاخر وقت تقول انزين. اوكي. شيء ثاني ابو حيدر، جمعيه ما عندنا
مدارس ما عندنا، يلا يلا العام افتحوا لنا المخفر وافتحوا لنا المستوصف. جزاهم الله خير. انت الحين حضر ودنيا ولويا، انا اقرب جمعيه اذا بروح وين بروح؟ صباح الاحمد. صح ولا لا؟ شايف طق العصي على الجمعيات هاليومين؟ ايه. وين نولي احنا اللي ساكنين مدينه الخيران؟ محشومين انت، صح. بس هذه رسالتي ويا ريت بس. ان شاء الله. كلام 100%. وباكر يعني انا باكر احاول اشوف هذا الموضوع مع الاخوان في اتحاد الجمعيات. انا بامانه يعني اخونا رئيس اتحاد الجمعيات كان اليوم المفروض يكون لنا مداخله، بس انا المؤتمر الصحفي باكر راح اخذه على موضوع جدا مهم، على موضوع التوصيل اللي راح يسوونه. باكر اعطيكم تفاصيله لان هذه خدمه جديده راح يسوونها الجمعيات. باكر ان شاء الله راح اخذه وياي اتصال، وباكر راح اساله على هذا السؤال. نعم، من حقكم اليوم الاخوان الساكنين في الخيران، من حقكم اليوم يكون لكم جمعيه، اذا مو جمعيه على الاقل يتعاونون. ما ادري شنو ممكن يعني اتحاد الجمعيات شنو ممكن يسوي، يسوي لكم مكان مؤقت، ما ادري يعني ما ابي اقول خيارات، بس انا المفروض هذا دور الاخوان في اتحاد الجمعيات يشوفون شنو حل حق المنطقه هذه. اما في موضوع الشارع قاعد اتكلم عليه، والله يعني انا اخوي ما ابي يعني اخوي حسين ما ابي امدح، بس انا اقول لك والله الجهد اللي قاعد يبذلونه الاخوان، واتمنى ان شاء الله يعني خلال فتره قاعد يمشون الشارع كله. يعني ما انا امسك طول الخط السريع فرق شغاله على مدى الخطوط. ان شاء الله يكون ماشي. من وياي؟ علي العنزي، مساك الله بالخير. مساك الله بالنور يا هلا باخوي. هلا 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 طال عمرك، هلا حياك الله. شلونكم؟ بخير، دامك بخير. الله يحفظ الكويت وشعبها يا الله يا كريم، وكلهم المواطنين يبعدوا عن الوباء هذا يا الله يا رب. أنا عندي ملاحظة، اليوم أنا كنت في الشبرة اليوم قبل الساعة 3 الأصل. حلو، إيه زين، حلو الشبرة اليوم قاعد قول لي شنو كان في بالشبرة؟ الحمد لله كل شيء، بس الطماط والبصل مو موجود نهائياً، طماط ولا حبة طماط بالشبرة. سألت ليش؟ طماط ما في اليوم. حلو، لا يكون نرجع لموضوع قبل هذا اللي وقف الطماط كله. والله العظيم أقول لك ما في، سألتهم ليش؟ قلت لهم ليش؟ يقول والله اليوم هذا ما ينزل، واحد إيراني قال لي ما ينزل، شو ما ينزل؟ سألت البنغالي قال ماكو طماط، سألت الناس قاعد يشترون معي الكويتيين سألتهم قال يا أخي غريبة اليوم ما في طماط، والبصل بس البصل اليمني الأبيض. هذه الشبرة الرئيلينية اللي بش اسمه؟ صليبية شب. حلو زين، بس قبل ما يخالف محمد عبد وقت شوية لأنه مهم، لأن كنت قاعد أتكلم عن الموضوع هذا. أخوي عيل الأسعار شلونها؟ يعني وايد ناس زولي قالوا الأسعار شوية غالية، ولا أنت شنو شفتها؟ إلى حد ما يعني إلى حد ما بعض السلع أنا دائما أشتري، وشفت بعض السلع مرتفع على الاسعار قبل الازمه. حلو خلاص، باشر نشوف ايش حقه، شنو موضوع الطماط وموضوع البصل. قبل لا اخذ البلوشي محمد عز جهز لي مصور، خلينا نطلع الشبره. باشر اصور الشبره، اتاكد في طماط في بصل الاسعار. باشر ان شاء الله نطلع نصور هناك ونشوف الحل شنو، وعقب باشر بنروح الخيران نبي ناخذ موضوع الشارع اللي قال عليه الحسن. تامرون امر، احنا نبين لكم كل شيء وان شاء الله المسؤولين ما يقصرون. منو البلوشي؟ فاضل البلوشي، مساك الله بالخير. مساك الله بالنور، حياك الله يا هلا 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 طال عمرك، هلا حبيبي. بغيت انا عندي بس مشكله صغيره اليوم شفتها انا اليوم بصراحه وانا رايح الجمعيه. اخوي انا دشيت الجمعيه، قبل لا ادش الجمعيه المتطوعين ما قصروا عند باب الجمعيه، بس الاولياء الامور، انت رايح الجمعيه ما اخذ عيالك وياك ليش؟ هذول الصغار ما اخذهم من الجمعيه وياك ليش؟ مشكله، هذه مشكله كبيره اللي قاعد اشوفه. المتطوعين ما قصروا، اي واحد او اي ولي امر تبي تدش كانوا يمنعون يخلون الاطفال يدشون داخل. انتوا رايحين تشرون، تاخذون هالعيال هذول الصغار، واحنا بوضع مو طبيعي. ليش تاخذون هالعيال هذول الصغار تودونهم الجمعيه ليش؟ احنا الكبار نخاف، احنا ككبار نخاف. ما تخافون على عيالكم؟ ما تخافون عليهم؟ بس هذا الموضوع بس يا ابو حيدر. والله كلام طيب، مشكور يا البلوشي، والله كلام صح، وقلنا مليون مره والله العظيم ان احنا ما قاعد نطلع عيالنا والله. وانا دائما اقول لكم شغله، ليش تعتقدون، لحظه دقيقه وقف اتصال، ليش تعتقدون ان عيالنا غير عن عيالكم؟ ترى والله نفس الشيء، شياطين وما يقعدون في البيت وحنا وبلاي ستيشن الساعة 7 الصبح وصراخ، ترى نفس الوضع اللي عندكم في البيت عندنا في بيوتنا، مو غير. احنا كلنا نفس بعض، يعني اللي قاعد يصير عندك في البيت قاعد يصير عندنا في البيت. الان تختلف الاعداد ممكن،
هذا مثلا عنده 4 هذا عنده 5 هذا عنده 2 تختلف الاعداد. الشيطانه موجوده، النجره بينه وبين بعض. بس انت تقولي والله انا ابو حيدر بفتك منهم يا اخي ينونوني والله ملوا، خليه يمل، هذا دورك اليوم. وباشر راح اعطيك حل، مو انا الدكتور باشر راح يكون وياي يعطيك الحل شو تسوي مع عيالك في البيت اذا سوى باشر ان شاء الله باشر باذن الله. راح اقول لكم بس يا جماعه طلع الولد وديه الجمعيه. انا اليوم رايح باخذ يمكن خذيت شغلتين صغار زين بيض وما ادري خسوه دس انا دسين وراش حتى رشيت العربانه من ورا وجبت الكيس عند الباب برا بالبيت ورشيته. عندي اهال اخاف عليهم انا، ما فيني ما عندي مشكله لهال. فديروا بالكم يا جماعه مو لعب هو الموضوع، مو لعب يعني خلينا نطلع لها. لا خلي غير جو ابو حيدر شوي. وين غير جو عمي؟ وين ودي انت؟ ودي حديقه؟ ريم مساك الله بالخير. هلا والله مساء النور. هلا حياك الله. ايش رايك استاذ ابو حيدر؟ بخير دامك بخير. عساك على القوه والله يعطيك العافيه على هالبرنامج الحلو. تسلمين الله يحفظك. الله يسلمك. انا بغيت اتكلم على موضوع القطاع الخاص. انا موظفه بشركه ومن بدايه هذه الازمه اعطونا اجازه من غير راتب. انا اكبر اخواني واعيل اسره فعندنا ايجار بالبيت وكذي، فمو عارفين شنو راح يصير. انا بس اعتذر على السؤال هذا. كويتيه ولا غير كويتيه؟ انا من فئه البدون. ونعم فيك. بس انا ليش سالتك السؤال؟ عشان اشوف ينزلش دعم العماله ولا ما ينزلش دعم العماله. بس انا هذا يعني سؤالي مش تقليلا من هذا، بالعكس على راسي. مع ان انت اساسا طالما مو كويتي ما تاخذ دعم العماله، عطوك اجازه وبدون راتب؟ اي والله اجازه من بدايه الازمه ومن غير راتب، والاجازه مفتوحه، قالوا لما نشوف الامور تتعدل ان شاء الله. عبد بس دقيقه. اي تفضلي. انا ابوي متوفي وانا اكبر اخواني، ويعني راتبي هو مو وايد بس يعني نافعني، انا قاعد اصرف على اخواني وادفع ايجار بيتنا، فيعني هو على قد الحال، بس حاليا توقف، فشنو الحل راح يكون؟ انا مو عارفه شنو اسوي والله. كم كان راتبك؟ 200 دينار. اوكي. بس منو عبد الله تكفى سجل رقم ريم خليه. انا اقول لك شريم من الحين، انا اقول لك اياها بشري. وانا اقول لك اياها الحين على الهواء. حلو. راح اخذ منك بيانات شركه. اذا الشركه، انا اقول لك اياها من الحين، اذا الشركه ما دفعت لك هذا الشهر والشهر الجاي يعني 400 دينار حق شهرين، حلو، وعد انا اقول لك اياها على الهواء، انا اخلي شخص يتصل فيك تليفون ويقول لك تعال يبا وين بيتكم، هذا يبي لك 400 دينار وما يبي منك لا تقولين اسمه ولا شكله ولا رقم تليفونه، بس يبي الدعاء حق والدته. خلصنا جماعة؟ ما يصير والله، ما يصير يا جماعة، ما يصير. يعني اليوم حلينا مشكلة ريم، حلينا جماعة كم واحدة مثل ريم؟ مو معقولة يا جماعة. انت قطاع خاص تسكر الشركة وهذه ريم اليوم وين تاكل وين تشرب وين تدفع ايجارها؟ انا ما لي علاقة ريم شنو جنسيتها، انا مو شغلي هذا الموضوع. تقولي والله ابو حيدر انا بعد سكرت شركة ما يبلا فلوس، مشكلتك يا حبيبي مو مشكلتي انا هذه. زين انت بالسنوات اللي كنت تطلع فلوس كنت تعطي حق ريم 600 دينار؟ هي نفس الراتب 400 دينار. يا جماعه ما يصير. كنت والله قبل لا تصير ريم قلت لكم الموضوع هذا، لان عندي مشاكل من هالامر هذا، وايد ناس اليوم قاعد تعاني من هالامر يا جماعه. ارجوكم يا اخوان، ارجوكم ثم ارجوكم. يبا اذا انتم قادرين اتصلوا فينا. اذا بعض الشركات الصغيره اللي على قد يقول والله ابو حيدر انا ماني قادر، يا اخي اتصل فينا. احنا عندنا بعض الناس اهل الخير، بعض اللجان نتواصل وياهم، هم يبون تعالي فلان فلان فلان، هم يدفعون رواتبهم مؤقتا على الاقل يمشون حالهم. جماعه انا قاعد اقول بمقدمه امس قاعد اقول لكم، قلت لما تروح الجمعيه اسال عن جارك، شوف جارك وبطلوا الطبيعه عندك ولا ما عندك. ترى المتعفف مستحيل يقول لك ما عندي، تعرف جارك ما عنده ورايح الجمعيه تارس عربانتين، يا اخي ايش تضحك هالمسكين اللي قاعد متعفف، ولا هالمره المسكينه اللي عندك اياها ساكنه بالبيت الفلاني وتعرفينها وتقعدين مع خواتك تقولين والله مسكينه ام فلان حالتها لله، حالتها لله مو بالحكي. لما تروحين تتشرين حق عيالك خذي لك قطعتين وياك، ترى ما يكلفك 5-6 دنانير، ديايتين وشويه بيض مش ام فلان اعطيها، ايش دعوه؟ لا ايش دعوه، احنا خوات. اشتروا الناس بالكلمه الطيبه. الناس تدور ناس اليوم، مو ما ابي اقول صدقه اصلا، مو ما نبي نتصدق على بعض اذا احنا ما نوقف مع بعض في هالازمه. لا تشوفون هذا منو، ما لي علاقه انا جنسه وفصله واصله ومذهبه وطائفته،
خلوا هالامور هذه كلها يا جماعه، تعاملوا بالانسانيه. امل مساك الله بالخير. هلا مساك الله بالنور. يا هلا حياك الله. هلا 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 استاذه. الله يسلمك استاذي. انا بغيت اتكلم صراحه اني اليوم وصار لي كم يوم احس مثل معي اعراض كورونا، يمكن يكون اشتباه. ادق عليهم احاكيهم يقولوا لي خالتي احد جاي من الخارج. انزين شكو اذا انا مخالطه احد من الخارج؟ ممكن انا مخلصه بالجمعيه، ممكن لما رحت المستوصف، ممكن مستشفى. وبعدين انا عندي معاق، يعني خلني انا عندي معاق، المفروض ان هم من نفسهم يسوون لجان تيجي تشوف هالمعاقين. اتصلتي مع منو امل؟ اليوم دقيت على هذا رقم 151. اوكي. حولتني على الدكتوره، اقول لها تي دكتوره انا تعبانه، وصدق انا تعبانه الصبح الحين ما يعني سبحان الله صحصح. حلو. زين انا عندي معاق في البيت، اعاقه توحد، اعاقه شديده، الولد ما يتكلم يقول هذا يعورني. شنو الحل؟ البس يعني اطلعه من غير كمام؟ ما راح يلبس كمام، ما راح يلبس قلف. وبعدين اخلي الولد كذي من غير ادويه؟ ما عندك احد بروحك. انا الكبيره في البيت. زين انت الحين سؤال، رحتي ما رحتي مستشفى جابر صح؟ لا ما رحت. يوم قلت له رحت المستوصف قالت لي ها احولك على الصباح، والصباح بعدها يدقون عليك عقب كم يوم، وبعدين يعطونك تحويل مستشفى جابر. قلت يعني الواحد يموت على ما يروح مستشفى جابر. زين امل يعني تسمحين لنا بس احنا رقمك موجود اذا كلمونا الاخوان في الصحه وكذي خليهم يتواصلون وياك. صراحه انا هذه مناشده مني حق بابا الصباح ان المعاقين لا ان شاء الله باذن الله ان شاء الله تامرين تامرين امر ان شاء الله. راح اتواصل وياك انا بعد البرنامج ونشوف الموضوع. انا والله يعني ودي اتصال. اول شيء مشكورين الاخوان يعني محمد احمد الفضلي، اعطونا اصلا وقت يعني خذينا وقت مو وقتنا اصلا بس عشان المؤتمر الصحفي، واحنا عاده نطلع من الثمان. الاتصالات اللي قاعد تجينا الكميه الكبيره راح احاول حلقه باشر اكيد باشر ان شاء الله راح اكون وياكم. بعدين الواتساب ان شاء الله من باشر راح احط لكم اياه اللي عنده مشاكل وشي طرشنا اياه، واحاول ان شاء الله نحل اغلب المشاكل اللي كتبناها ترى عن طريق اتصالاتنا مع الناس. راح نحاول نسعى ونتكلم. وانا هذه رساله اوجهها حق الاخوان والمسؤولين، جهدكم جبار، قواكم الله، يعطيكم العافيه. بس هذه مشاكل الناس اليوم، مشكله امل اليوم اللي قاعد تسولف عليها، هذه مشكله قد يعانون منها كثير اليوم. فلازم تشوفون موضوع الرقم 151 ليش مثلا ما حولوها، ليش ما طلع لها فريق ياخذ المسحه. هذا جزء قاعد ننبهكم عليه، واحنا راح نتواصل ويا امل ونشوف الحل. ما راح نخليها مع الوضع معاها معاق. مشكله تريم اللي تكلمت عليها، مشكله حسين على موضوع الجمعيه مالت الخيران، مشكله الاخ اللي يتكلم على موضوع الدعومات، موضوع الطماط والبصل والاسعار. هذه المواضيع اليوم لازم نتكلم فيها. ختاما وابي اختم في كل شيء، كلمه اوجهها لكل من يسمعني، والله بالله ان انا الخبر اللي راح اقول لكم اياه اقسم بالله يألمني اكثر ما انا اقول لكم اياه، بس انا رساله اوجهها لكل رب عمل. اليوم الشخص اللي ما قاعد تعطيه اجاره، او اليوم الشخص اللي متمسك انك انت ما تعطيه راتبه وقاعد توصل له وقاعد تسوي له، احنا في وضع الواحد ما يعلم شنو هو. وهذا درس اليوم، اذا واحد ما يراجع نفسه ويراجع حساباته، شو ظالم له احد، شو اليوم ما كله حق احد، ما كله هالامر، متى الواحد يبي يستوعب؟ ابي اختم بكلمه واحده، صديق واخ وعزيز، اليوم الصبح الله العظيم واللي يعرفني يدري انا قاعد اتكلم على منو، ما في ضغط، ما في سكري، ما في ولا شيء، قمه في الاخلاق. اليوم الصبح صلى الصبح وراح يتمشى، خلص تمشي رجع البيت حط راسه ونام. الساعه 11 دزولنا واتساب قالوا ترى فلان رحمه الله عليه، وانا اقولها على الهواء، اخونا رحمه الله عليه علي اسماعيل، شاب مثل بعمرنا، والله العظيم انه ما في ولا شيء. الله يرحمك يا ابو حسين، انه ما شفنا منك الا كل طيب وكل شيء زين. وهذا مسج انا ادزه حق الناس، والله لا ضغط لا سكري ولا في شيء، نام وما قعد. شويه الواحد يتعظ، شويه الواحد لا يقعد يظلم هالناس هذه، معاشات ولا ايجار ولا مش عارف ايش كذا هذا. اشوفكم باشر ان شاء الله على خير في امان الله.